محاولة قد سببت خرقا أمنيا وأن هناك جهات مجهولة استخدمت بعض الآليات من الجمسي وكانت قوة تتزيى بالزي العسكري بعضها العراقي وبعضها الأجنبي دخلت في اصطدام مع القوات الأمريكية التي هي موجودة في غرفة العمليات في قيادة الشرطة. عدد الإصابات في الجانب الأمريكي قد وصل لحد صباح هذا اليوم بعد أن كان مجموعة من الجرحى أنه 5 قتلى وتدمير همر كانت متواجدة قرب مبنى قيادة الشرطة. غير هذا الموضوع وفي غير هذا الإطار لم يكن لدينا أي معلومة زودنا بها من خلال مثلا القوات الأمنية المختصة سواء كانت عراقية أو أجنبية.